داوم. نشكر المتطوعين اللي بيعملوا بجهد دون أي مقابل، هذا دليل على الانتماء وعلى الولاء لدى المواطن الفلسطيني. تدريب هؤلاء المتطوعين أثبت أنهم يستطيعوا أن يتعاملوا مع الأحداث جنبا إلى جنب مع الدفاع المدني، بالإضافة إلى تخفيف الحالات وتخفيف الإصابات. في عنا مخاطر أن يكون هناك فصل للمناطق في حال أنه صار في عنا بعض المشاكل والإعاقات لا يستطيع الدفاع المدني الوصول، وفي بعض الحالات التي لا يجب على الدفاع المدني أن يتعامل معها يجب على المجتمع المحلي يتعامل معها. هؤلاء المتطوعون هم القادرين على التعامل مع مثل هذه النوع من الأحداث، تخفيف من الإصابات، معالجتها. الخطة الشاملة عندنا في المحافظة أن يكون هناك في كل حارة في كل مربع سكني في المحافظة يكون هناك مجموعة وفرقة متطوعين لا يقل عددها عن 10. الآن إحنا في فرقة متطوعين نور شمس، مخيم نور شمس، عددهم حوالي من 50 متطوع، أعمارهم لا تزيد عن 20 سنة، معظمهم من كادر الشباب. الهدف منها تهذيبهم وأن تكون مسلكيتهم مسلكية وطنية ومسلكية أساسية في الانتماء وفي العمل الصحيح.